والآن مشاهدينا للحديث أكثر حول آخر مستجدات القصف التركي على عدة مناطق بمحافظة دهوك، ينضم معنا مراسلنا من هناك خالد جاسم. مرحبا بك خالد. خالد، هل القصف التركي لا يزال مستمرا، وهل هناك مزيد من العوائل التي نزحت بسبب هذا القصف؟ نعم، بداية مساء الخير على الجميع. العمليات التركية بداية هي مستمرة منذ سنوات لغاية اليوم، لكن بسبب الطبيعة الجغرافية ما بين الحدود العراقية التركية أو كثافة الثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، نرى أن العمليات التركية في كل عام تتجدد مع بداية الصيف. العمليات لكن هذه المرة بالتحديد يبدو أن العملية التركية هي الأكبر، بسبب أنه توغل الجيش التركي لمسافات قد تصل إلى 40 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. هذا التوغل بداية أدى إلى نزوح العديد من العوائل في مناطق حدودية ما بين العراق وتركيا. حسب بعض النواب عن الاتحاد الوطني الديمقراطي، أكدوا بأن أكثر من 50 عائلة كردية نزحت من هذه المناطق في الحدود العراقية التركية إلى مناطق أقرب لهم في العمادية أو ديرالوك أو حتى منطقة بعطوفة. يعني ما عدا أن تركيا متقدمة بعمق 40 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، أيضا هناك لقطات مصورة أظهرت أن الجيش التركي نصب نقاطا عسكرية أيضا للتفتيش في قضاء العمادية، هل هذه النقاط لا تزال قائمة؟ نعم، هذه النقاط انتشرت في أكثر من منطقة داخل محافظة دهوك أو على الحدود ما بين محافظة دهوك والحدود التركية. لا زالت هذه النقاط منتشرة، لكن كان الهدف من هذه النقاط حسب البيان الجيش التركي بأنه هي نقاط تفتيشية بحثا عن رجال حزب العمال المحظور في العراق والمصنف كجهة إرهابية في تركيا وحتى في الولايات المتحدة وفي كثير من دول العالم. هذه النقاط حسب بعض أو حسب بيان الجيش التركي، الهدف من هذه النقاط هو البحث عن رجال حزب العمال الكردستاني. هذه النقاط ما زالت مستمرة، والتوغل ربما ربما اليوم كان متوقفا، لكن في الأيام السابقة كان هناك توغل لمسافات بعيدة داخل الأراضي في دهوك. نعم، خالد جاسم كنت معنا من دهوك، شكرا لك.